معينة، هنعمل ستارة بشريط 2 فتلة عادية خالص، بس هنعرف مع بعض ايه ان احنا ناخد الارتفاع بتاعها ازاي، بحيث ان هي الستارة ما تبقاش عندي على الارض كتيرة قوي، نازلة على الارض قوي، ولا تكون قصيرة معانا. طبعا انا معايا الستارة اهي، انا عايزة الارتفاع بتاعها ايه، 2.63 متر. طبعا انا عندي البورصلة اهوت، هقيس معايا على المتر، ده كده متر، ده الديل معايا اللي هو البورصل. اول حاجة ده كده متر، 2، المفروض ان انا هقيس معايا 2.63 مترين 63، تمام؟ فانا ما ينفعش ان انا هعملها 2.63، لو انا عملتها على 2.63 هتزود معايا كمان 7 سنتي، هتبقى ايه، نايمه على الارض خالص ومدلدله خالص على الارض. فانا المفروض ان انا هنقص من 2.63 5 سنتي، المفروض ان انا هنقص منها 5 او 7 سنتي، يبقى 2.58، فانا هعملها 2.57. يبقى انا الاساسي عندي المفروض ان انا في اي ستاره بنقص من 5 ل7 سنتي عشان تيجي معايا الارتفاع بتاعها مظبوط على وش الارض. طب ليه؟ علشان انا معايا لو انا هركبها على حلقه او كوبشه هتدي معايا السقوط اللي هم 7 سنتي اللي هم اللي بيبقوا نازلين في الماسوره نفسها. طب لو على مجرى او بلانكه جرار برضو بتديني نفس السقوط 7 سنتي، لان انا عندي الخشبه حوالي السمك بتاعها اللي هي الخشبه بتبقى 3/4 بتديني معايا سقوط، والكوبشه والجرار فبرضه بتديني نفس السقوط اللي هم 7 سنتي. كده انا قصيت اهم 7 سنتي مع الزياده اللي هي بقيه الستاره، المفروض ان انا الستاره 263 كده، وده الزياده معايا المفروض ان انا هتنيها تحت الشريط. في ناس بتتني تحت الشريط بس انا مش محتاجاها ان انا هتنيها، فانا هشيلها. كده انا شقيت القماشه اللي هي الزياده اهيت، قصيتها وشلتها خالص، معايا الستار اهيت. هبتدي بقى من عند البرسل هرفي، هرفي الجنابي الاول وبعد كده هركب الشريط، هعمل تانيه وكمان تانيه، هدبت اول غرزتين. رفيت الجنب اهوت خلصته، هاخد الجنب الثاني برضو هتبقى تانيه في تانيه. انتهيت من الجنب التاني، كده الجنبين الاتنين معايا رفيتهم وخلصتهم اهوت. هبتدي بقى اركب الشريط 2 فتلة. دي ستارة داخلية انا عملتها بشريط 2 فتلة، الخارجية اللي قدام منها هعملها ب4 فتل. الشريط 2 فتلة معايا، هتنيها تانية كده وتنيت تحت الشريط، بتني من حوالي من سنتي لنص سنتي، واحط كده تحت الدواسة واتربيت معايا غرزتين، وامشي بقى ايه على طول النص سنتي او السنتي اللي انا اخدته على الشريط هيمشي معايا على طول. وفي النهايه برضو قصيت الشريط وتنيته تانيه لجوه وهتبت برضو كده. انا خلاص خيطت الشريط من فوق، هدوس برضو على الناحيه التانيه بتاعه الشريط من هنا كده اهي،
همشي اشد الستاره، هفضل كده اشد علشان ايه ما تعديش الستاره من جوه من تحت الشبر كده. انا اهوت خلصت كده الستاره معايا تركيب الشريط من الناحيتين الاثنين. هاجي بقى علشان تديني الكشكشه المظبوطه هربط الشريط من الناحيتين الاثنين عشان انا ما اجيش اشد من يمه ابص الاقيها طلعت معايا من اليمه الثانيه. وده الناحيه الثانيه وادي الناحيه الثانيه اهي ربطتها برضو هكشكشها بقى. الستاره اللي معايا دي 3 متر هكشكشها على متر ونص، انا جايبه لها قماش 3 متر. ومعايا المتر اهوت عايزه ادي كده متر وادي كده 50 سنتي اهو وهربط. وهاجي بقى الخيط اللي هو الزياده ده مش هقطعه هسيبه ربطا، بعد كده حبيت تغيريها في اي مكان تاني هقوم لفاه كده اهوت وايه وهربط عليه وهسيبه. لو انت مش هتستخدميها تاني في مكان تاني وعارفه ان هي خلاص بتاعت المكان ده خلاص عايزه تقطعي على لغايه اخر عقده انت اخدتيها ماشي، مش عايزه خلاص براحتك يعني. يبقى انا كده النهارده عرفت معايا ان لازم الستاره انقص منها من 5 لـ7 سنتي عشان تديني المقاس المظبوط. ساعات القماش بيجي معايا طويل جدا فانا مش هحتاج الزياده دي في حاجه، انا هنا قصتها في ستاير تانيه انا ما بقصهاش بس انا هنا عارفه ان انا هحطها في مكان هو واحد فانا قصيت الزياده اللي هي اللي فوق من عند الشريط وركبت مكانها الشريط. خدت المقاس بتاعي انا الارتفاع بتاعي قسته على الحيطه اللي انا هحط عليه الستاره دهيت 2.63 متر وانا بعد ما هركبها هصورها لكم برده 2.63 متر. يبقى انا نقصت وقمت انا منقصه منها من 7 سنتي تمام. يبقى انا عشان تجيب معايا مظبوط معايا على الارض وما اخلصها ان شاء الله باذن الله هصورها وهنزلها. وده الشكل النهائي اهوت للستاره بعد تركيب الشريط.